طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. نائب مدير أمن عدن يتحدث لموقع أخباري بعد إصابته: قاتلت عصابة بينها أحد أقاربي. موقع عربي يتحدث عن امرأة يمنية عالقة منذ أعوام في جيبوتي. وموقع بي بي سي: ترامب يحذر روحاني من مغبة تهديد الولايات المتحدة. أهلا بكم. شهدت مديرية مناخ غرب العاصمة صنعاء تفاصيل مأساة إنسانية جراء انتحار مقاتل حوثي يعاني من ظروف وأزمة نفسية بإلقاء نفسه مع طفله من جبل شاهق، وقال شهود عيان للموقع المصدر أونلاين إن المقاتل الحوثي محمد حسين العرسة 24 عاما عاد قبل أيام من المعارك التي يخوضها الحوثيون، وكان يعاني من أزمة وضغوط نفسية ومعيشية. أوضح أحد سكان المنطقة وهو شاهد على الحادثة أن العرسة ألقى طفله مصطفى 3 أعوام من جبل شاهق بمنطقة مناخة، ومن ثم ألقى نفسه عقب ذلك ما أدى إلى وفاتهما على الفور. وقال إن المقاتل الحوثي ترك وراءه زوجته الحامل، وأضاف بأنه كان يقاتل في صفوف الحوثيين وقبل شهرين من انتحاره عاد إلى أسرته، إلا أنه كان يعاني من ضغوط نفسية ومعيشية شديدة ربما هي ما دفعته للانتحار. ويتابع الموقع: يعاني الكثير من الشباب في مناطق سيطرة الحوثيين من ضغوط نفسية كبيرة، خصوصا أولئك الذين ذهبوا بالقتال ذهبوا إلى القتال في جبهات الجماعة، وقد سجلت العديد من الجرائم ارتكبها هؤلاء بحق أنفسهم أو أقاربهم أو بحق مواطنين آخرين في مناطقهم بسبب تلك الظروف. بديهيات الديمقراطية، تحت هذا العنوان كتب خليل العناني مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: لم تعد الديمقراطية اختراعا عجيبا أو غريبا يصعب تشغيله واستخدامه، وإنما باتت قواعدها وإجراءاتها من بديهيات الزمن الراهن إلا في العالم العربي. ولا يشعر المرء بمرارة غياب هذه البديهيات إلا عندما تطأ قدماه أرض دولة تتمتع بالديمقراطية، فيشعر بالفارقين الزمني والسياسي اللذين يفصلان المنطقة عن غيرها من المناطق التي سبقتها إلى استلهام تلك البديهيات وتطبيقها. وفي الوقت الذي تحرك فيه قطار الديمقراطية وجاب العالم من شرقه إلى غربه، لا تزال محطته العربية معطلة، فيضطر المسافر أن يغادرها مضطرا إلى محطة أخرى ربما يجد فيها عزاء لنفسه ولو مؤقتا. زرت في الأسابيع القليلة الماضية عدة مدن عربية وغربية في مهمات بحثية، ومن بين فوارق عديدة يستوقفك ذلك الشعور بالثقة والاطمئنان عندما تطأ قدماك دولة غربية تتمتع بديمقراطية راسخة مثل بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا، ولا يتعلق الأمر فحسب بالإحساس الحقيقي بالحرية وحكم القانون، وإن كنت فقط زائراً ولست مواطناً أو مقيماً، وإنما أيضاً بطريقة التعامل سواء مع مواطني تلك الدول أو مسؤوليها، والتي تعكس فكرة حكم القانون واحترام الخصوصية. لا أقول أن ذلك تقليلاً من سلوكيات العرب وأخلاقياتهم، وإنما لأوضح أن ثمة رابطاً وثيقاً بين تمتع الشعب بالحرية والعدالة وبين سلوكياته وأخلاقه. وعلى عكس ما قد يروج بعضهم أن الربيع العربي قد أطلق عقال المجتمعات العربية من دون رادع، بحيث أصبحت الحرية مرادفاً للفوضى وعدم الاستقرار، فإن كثيراً من السلوكيات الراقية والأفكار البناءة قد ظهرت في أثناء الثورات والانتفاضات وعلى خلفيتهما. يتحدث موقع الصحوة نت عن معتقل جديد مات في سجون ميليشيات الحوثي، وعنون الموقع: وفاة مختطف تحت التعذيب في سجون الميليشيات بصنعاء. وقال الموقع: توفي أحد المعتقلين في سجون الميليشيات الانقلابية بالعاصمة صنعاء جراء تعرضه للتعذيب الوحشي.
واستند الموقع إلى المحامي عبد الرحمن برمان، والذي قال إن المعتقل عمر الريامي توفي يوم الأحد داخل جهاز الأمن القومي بصنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات بعد اعتقال وأخفاء قصري دام أكثر من عام. ويتابع الصحوة نت العشرات من المختطفين في سجون الميليشيات توفوا تحت التعذيب الوحشي. الكاتب كرم الحلو يطرح العديد من الأسئلة والتحديات التي واجهت الربيع العربي والحال الذي تبعه، وقال الحلو في مقاله المشهور في الحياة: الواقع أن الشعب الذي هتفت الجماهير باسمه في كل الساحات ليس كلا متجانسا متصلا واحدا كما خيل للمرء لدى سماعه تلك الهتافات المدوية. الشعب يريد إسقاط النظام، بل هو شعوب، قبائل، عشائر، طوائف، مذاهب لم تصل إلى الاندماج الوطني الجامع، فيما الدولة العربية لما تتجاوز بعد تكويناتها الخاصة لترتقي إلى المواطنية التي تتعالى على كل العصبيات لتصهرها في العصبية الوطنية الجامعة. فسرعان ما يتبدد الوجه التوحيدي لأي حراك سياسي لينزلق إلى حراك عصبوي يهدد الدولة من داخلها، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في مصطلح الشعب الذي تم تداوله في الانتفاضات العربية. وكما هو مصطلح الشعب ملتبس وجدلي، كذلك هو مصطلح النظام. فهل كان ثمة تصور للنظام البديل؟ وما هو النظام المرتجى؟ هل هو النظام الليبرالي إلى العلماني المفضي إلى دولة العقد الاجتماعي؟ أم إلى دولة محددة فقط بكونها نقيض الدولة الدينية أو دولة العسكر من دون ملامسة الأسس الأيديولوجية للليبرالية؟ هل هو نظام يتصدى للانقسامات الإتنية والقبلية والطائفية والمذهبية المتجذرة في القاع السوسيولوجي العربي، أو للانقسامات الطبقية المتفاقمة التي باتت تهدد الأمن الاجتماعي بأفدح الأخطار؟ هل هو نظام يأخذ في الاعتبار بطالة الشباب في عالم عربي 60% منه من الشباب؟ هل هو نظام يعيد النظر في تخلف المرأة العربية ودونيتها وهامشيتها في الحياة السياسية والاقتصادية؟ وهل يمتلك النظام الذي تفانت الجماهير من أجله رؤية قومية وحدوية أو تصوراً للصراع العربي مع الصهيونية؟ هل يمتلك رؤية للثورة السياسية أو الاجتماعية ودور الفرد وموقعه في كل منهما؟ وهل يبني تصوره للمستقبل العربي على أسس حداثية تعصمه من الانزلاق إلى الفتنة؟ إلى أبرز وأهم عناوين الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم الصادرة في مأرب اليوم، وعنونت الصحيفة: الرئيس يؤكد على رفع اليقظة والتعزيز المتواصل للأجهزة القتالية والعسكرية، ونائب الرئيس يطلع على جهود حل إشكاليات المغتربين اليمنيين. وأيضا عنوان ومن مأرب: ضبط عصابة متخصصة بسرقة الأموال والجوالات. وعنوان آخر أيضا: الحكومة تشدد على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين قبيل المفاوضات. وأخيرا: الولايات المتحدة الأمريكية تستضيف وفدا عسكريا يمنيا في واشنطن. خاض نائب مدير أمن عدن مواجهة مباشرة مع مسلحين في الشيخ عثمان بعدن، وأصيب على إثرها. وقد روى نائب مدير أمن عدن العقيد علي الذيب الكازمي تفاصيل إصابته لعدن الغد، وقال: كانت هناك عصابة مكونة من عدد من الأشخاص بينهم أحد أقاربه، قامت خلال الأشهر الماضية بعمليات تقطع لمواطنين ومهاجمة متاجر وابتزاز أصحابها ونهبهم. وأضاف: تلقينا بلاغات كثيرة حول هذه العصابات التي تنشط في الممدارة والشيخ عثمان، وقمنا بإبلاغ الأجهزة الأمنية وطالبنا بضبطها، لكن لم يستجب أحد لمطالبنا. متابعا بالقول: وصل الأمر إلى قيام هذه العصابة بمهاجمة مول تجاري ورمي قنبلة على أحد المحلات. حينها وجدنا أنه يجب التحرك خصوصا، وأن أحد عناصر العصابة أحد أقاربي، ونزولا وتأكيدا على أن الردع يجب أن يشمل المخطئين كافة دون النظر إلى عنصر قرابة أو خلافة. وأكد الكازمي أن اليقظة مجتمعية وليست شخصية،
أو أن القضية عفوا مجتمعية وليست شخصية، مشيرا إلى أنه بعد رصد المتهم الرئيسي وأعضاء العصابة تم مداهمة المنزل الذي يتواجد فيه، حيث قام برمي قنبلة أسفرت عن إصابة الكاظمي بجروح. بعد الفاصل سنواصل معكم ما تبقى لنا من فقرات في جولتنا في كشك الصحوة. مستمرون معكم في كشك الصحافة، والبداية من العربي بوست. ابنها عمره 13 عاما ويقيم بأمريكا بينما هي محاصرة في جيبوتي، فما الذي يمكن لهذه الأمة اليمنية فعله؟ يتساءل موقع عربي بوست في تقرير خاص عن اليمنيين المتواجدين في جيبوتي والذين ينتظرون هناك للسفر إلى أمريكا. ويقول الموقع عن الأم: فرق المحيط بين ملكة وابنها بفعل حظر السفر الذي طبقه الرئيس الأمريكي ترامب، وكانت الأم قد علقت آمالها الأخيرة على المحكمة العليا بالولايات المتحدة، لكن منذ أن أيدت المحكمة الحظر الشهر الماضي يئست من لم شملها بعائلتها. الآن يعيش داود في ولاية ميشيغان مع أصدقاء للعائلة منفصلا عن والده الذي يعمل في وظيفتين بولاية كاليفورنيا ولا يمكنه الاعتناء بابنه. أما ملكة وأبناؤها الثلاثة الأكبر يقيمون في دولة جيبوتي الأفريقية، حيث أجروا مقابلات للحصول على تأشيرات بعد أن أغلقت السفارة الأمريكية في اليمن أو أغلقت بسبب الحرب هناك. وخلال مكالمة فيديو مؤخرا بين الأم ملكة وابنها داود، أجهش كلاهما بالبكاء وقال: أنا أفقد والدتي بشدة وأريد أن أكون معها. وقالت ملكة بينما تجلس على أريكة في شقتها تحت حرارة الصيف الحارقة بجيبوتي تمسح دموعها أسفل البرقع: لا أتحمل البقاء وحدي هنا. وقالت لموقع The Inspert: نحن نؤمن بمعجزة دولة الحرية ونأمل في يوم من الأيام أن نلتقي في ذلك المكان ونعيش مثل أي مواطنين أمريكيين في سلام وأمان. ويقول الموقع: في جيبوتي تقطعت السبل بمئات إن لم يكن الآلاف من اليمنيين الأمريكيين الذين فروا من حرب استمرت لثلاث سنوات بسبب حظر السفر الذي أوقف عمليا الهجرة من اليمن، ما أدى إلى توقف تأشيرات لم شمل الأسر اليمنية. ورغم عفاء اللاجئين إلا أن أعداد الوافدين تراجعت. ويقول المدافعون عن هذه القضايا إن المتقدمين من الدول المحظورة يواجهون إجراءات إضافية. وفي تقرير نشره مركز الحقوق الدستورية قدر أن هناك نحو 1000 جواز سفر مملوكة ليمنيين تربطهم علاقات عائلية بمواطنين في الولايات المتحدة محتجزة في السفارة الأمريكية بجيبوتي منذ مارس الماضي. أمريكا وإيران بين ذيل الأسد وأم الحروب. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة القدس العربي افتتاحيتها والتي جاء فيها: هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس نظيره الأمريكي قائلا: لا تعبثوا بذيل الأسد، فهذا لن يؤدي إلا إلى الندم. والأسد المقصود هنا هو إيران نفسها، وقد بيّن روحاني ذلك بوضوح، مضيفا أن الحرب مع إيران هي أم كل الحروب في استعادة غير مقصودة على ما يبدو لتعبير أم المعارك الذي استخدمته الآلة الدعائية العراقية في ظل الرئيس الراحل صدام حسين خلال الاجتياح الأمريكي للعراق. تناظر تصريح روحاني مع تصريحين آخرين، الأول لمرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي أيد فيه تصريحا ناريا آخر لروحاني، قال فيه إنه إذا لم تتمكن إيران من تصدير نفطها فلن يتمكن أي بلد في المنطقة من تصدير نفطه، في تهديد كبير بإغلاق مضيق هرمز الذي تصدر منه كل الدول الخليجية نفطها إلى العالم. إدارة الرئيس ترامب ماضية بقوة نحو تحجيم إيران، ولا يتعلق الأمر بإخراجها من سوريا واليمن ولا بإضعاف نفوذها الهائل على العراق ولبنان، بل إن كرة الثلج تتدحرج نحو استهداف النظام الإيراني في عقر داره. ومن جهتها فإن إيران رغم سيطرتها على آلة النفوذ الهائلة في 4 بلدان عربية ورغم تهديداتها العالية السقف، فإنها على الأغلب ستتحسب من استخدام أوراقها في سوريا أو لبنان، لأنها بذلك تعطي حجة لضربة أمريكية إسرائيلية كبيرة يمكن أن تتوسع بعد ذلك. على الأسد الإيراني بهذا المعنى أن يخفي ذيله
وعلى آلته الدعائية أن تتوقف عن تكرار استخدام تعبير أم الحروب، وأن يعيد تجميع حساباته وتقليص اتساع جبهته، فربما يصل إلى نتيجة أن الحفاظ على رأس الأسد أهم من الحفاظ على الذيل. صحيفة لوريون لوجور اللبنانية الناطقة بالفرنسية والتي ترجمت خصيصا لقناة بلقيس عنوان بالشأن اليمني، 10 جهاديين مشتبه بهم قتلوا في هجوم بطائرات من دون طيار ومعارك، حيث قال مسؤولون محليون ومصادر أمنية أن 10 جهاديين مشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة وجنديين مواليين للحكومة قتلوا في هجوم بطائرة بدون طيار وفي مصادمات برية. وتضيف الصحيفة أن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تدير طائرات مسلحة بدون طيار في اليمن، وتستهدف بشكل منتظم القاعدة أو تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والتي يعتبرونها أخطر فرع للشبكة الجهادية. ووفقا لمسؤولين في مأرب، فإن طائرة بدون طيار استهدفت منزلا تابعا للقاعدة في هذه المحافظة، ما أسفر عن مقتل 4 من الجهاديين. بالإضافة إلى ذلك، أشارت مصادر أمنية إلى أن مقتل 6 من أعضاء القاعدة وجنديان مواليان للحكومة في اشتباكات يوم الجمعة في أعقاب هجوم على موقع جهادي في شبوة. تابعت الكثير من الصحف والمواقع العالمية التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وآخر هذه التهديدات ما قاله ترامب ونشرته البي بي سي. ترامب يحذر روحاني من مغبة تهديد الولايات المتحدة، حيث حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من مغبة تهديد الولايات المتحدة، قائلا إنها ستواجه تبعات لم يواجهها إلا قلة عبر التاريخ. وقال ترامب عبر تويتر موجها تهديده إلى نظيره الإيراني حسن روحاني: لا تهدد الولايات المتحدة أبدا. وجاء ذلك عقب تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو على أن واشنطن لا تخشى استهداف المسؤولين الإيرانيين على أعلى المستويات بالعقوبات، وخاصة أولئك الذين يتربعون على قمة الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، يجب أن يشعروا بعواقب مؤلمة لاتخاذهم قرارات سيئة. وأشار وزير الخارجية إلى أن واشنطن ترغب في أن تخفض كل الدول وارداتها من النفط الإيراني إلى ما يقرب من الصفر بقدر الإمكان بحلول 4 نوفمبر 2022 المقبل، وذلك ضمن الجهود الأمريكية الرامية لتكثيف الضغط الاقتصادي على إيران. في غضون ذلك، هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الأمريكي دونالد ترامب، محذرا إدارته من اتخاذ سياسة معادية لبلاده، لأن الحرب بين البلدين ستكون أم الحروب. نحن أهل شرف وحافظنا أمن ممر الملاحة البحرية في المنطقة طوال التاريخ، من يفهم قليلا في السياسة لا يوافق على وقف تصدير النفط الإيراني. أجمل الصور وأكثرها مشاهدة كما نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية، نتابعها في جولتنا المصورة. أما الآن نتابع أبرز ما عبر عنه فنانو الكاريكاتير وقد تم نشرها في عدد من الصحف. بهذه الصور الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم في أمان الله.